آن الأوان لنصاحب روسيا، فقد حل زمن الثورة النووية، والعام القادم 2025 هو عامنا بالتأكيد. مصر على أعتاب تحقيق الحلم النووي بعد أكثر من 60 عاما من إطلاق الفكرة، هكذا عبر لسان حال أحفاد الفراعنة وأبناء مصر اليوم عقب التقارب الواقع بين روسيا وجمهورية مصر العربية تحت قيادة الدب الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مواجهة مع أزمة الطاقة الكهربائية والحاجة لتوليدها بكميات أكبر وبطرق تتماشى مع المنظور البيئي المستدام. بات الخيار النووي عنوان الحدث الأبرز، خاصة مع ما سيترتب عليه لاحقا من منافع اجتماعية واقتصادية. صناعة الطاقة النووية السلمية تقتحمها اليوم دولة عربية أخرى تنضم لنادي الدول العالمية المصنعة للنووي بتوجيه من هيئة المحطات النووية المصرية لتوليد الكهرباء. لقد بدأت القصة منذ القرن الماضي ولا تزال مستمرة حتى اليوم بطموح مصري عال نحو مستقبل طاقي أفضل ومنافسة على الصدارة الأفريقية ضد المغرب الجار العربي الذي كان سباقا لهذه الخطوة بالسنوات القليلة الماضية. فما هي خطة مصر الاستراتيجية لإنجاح صناعة الطاقة النووية وضمان أمنها الطاقي القومي؟ هذا ما سنكتشفه، فابقوا معنا. وطبعا كالعادة نذكركم بالاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس للالتحاق بنا في رحلة المليوني مشترك. مصر تفاجئ المغرب وإفريقيا. خلال أول أيام هذه السنة شهدت مصر تحت أنظار عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين شريكه الاستراتيجي مراسم البدء في صب الهيكل الخرساني لوحدة الكهرباء بمحطة الضبعة النووية الواقعة بمدينة الضبعة التابعة لمحافظة مطروح على الساحل الشمالي الغربي للبحر الأبيض المتوسط، وتحديدا على بعد حوالي 300 كيلومتر من القاهرة، حيث ستقام المنشأة فوق مساحة قدرها 45 كيلومتر مربع، علما وأن تاريخ هذه العملية يعود لفترة الخمسينيات الماضية حينما كانت تحلم مصر آنذاك بامتلاك برنامجها النووي الخاص التي ارتسمت ملامحه بشكل أوضح خلال سنة 1981 إبان اختيار منطقة الضبعة كحاضنة للمشروع قبيل طرح الحكومة المصرية لمناقصة دولية لإنشاء محطة نووية بقدرة 1000 ميجاوات من الكهرباء. إثرها بثلاث سنوات وعلى الرغم من اقتراب حسم الملف الفائز فقد تم إيقاف الفكرة برمتها على وقع كارثة تشارنوبيل التي جدت بأوكرانيا في 26 من أبريل سنة 1986 والتي وصفت بأكبر حادث نووي شهده العالم. لكن وبعد مرور 29 سنة أعادت مصر الملف من جديد على الطاولة عندما وقعت صحبة شركة روساتوم الحكومية الروسية على اتفاقية تعاون لإنشاء تلك المحطة بتكلفة إجمالية وصلت إلى 25 مليار دولار قبل أن يلتقي السيسي بنظيره بوتين عام 2017 للمصادقة على الاتفاقات النهائية بغرض إتمام الصفقة التي تعد أحد أكبر وأهم مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية في إفريقيا جمعاء، إذ تتكون محطة الضبعة من 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث المتقدم VVER-1200 المصممة بخبرات وكفاءات روسية. ستعمل على رفع قدرة المحطة القصوى إلى 4800 ميجاوات لتبدأ العمل تدريجياً بعد حوالي 3 سنوات من الآن ضمن رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات الممكنة. ثم وعودة إلى الميدان النووي، فإن المصريين وكما رأينا عملوا منذ عقود طويلة من أجل امتلاك الطاقة النووية، ذلك بغض النظر عن الموارد المطلوبة أو العقبات المحتملة، كونهم يؤمنون بأهمية تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ووضع البلاد المصرية على خارطة النادي العالمي للدول المنتجة للطاقة النووية
وهذه الأهداف التي لاقت إشادة كبيرة من المجتمع الدولي وكذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي ارتأى في محطة الضبعة فرصة ثمينة لمصر للالتحاق بالركب وحل أزمتها الطاقية المتفاقمة عاما بعد عام، خصوصا وأن هيئة المحطات النووية المصرية لتوليد الكهرباء NPPI هي المالك والمشغل الرئيسي للمحطة، في حين أن وظيفة مؤسسة روساتوم والشركات التابعة ستقتصر على الدعم والصيانة بالتوازي مع التوجيه المستمر، بخاصة خلال مرحلة الاختبارات التجريبية التي ستتواصل لمدة 11 شهراً، بغية تجهيز جميع التراخيص اللازمة وضمان سلامة المنشأة والعاملين فيها، وذلك تحت مراقبة وتدقيق من المصري محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رفقة أليكسي ريخاتشيف رئيس المؤسسة الروسية روساتوم. الأمن الطاقي المستوى التالي: ما يشهده العالم من أزمة في إمدادات الطاقة العالمية يؤكد أهمية قرار مصر الاستراتيجي بإحياء البرنامج النووي السلمي لإنتاج الكهرباء. هذا بعض مما جاء على لسان السيسي بأحد تصريحاته السابقة، فيما كان قد أيده بوتين قائلا بأن محطة الضبعة النووية تعد أهم المشاريع بين مصر وروسيا التي ستعزز مجال الطاقة، بما أن الحسابات تشير إلى أن هذه المحطة ستتمكن من توفير أكثر من 35 مليار كيلووات من الكهرباء سنويا، في ظل تلك التكلفة الضخمة التي عززت من مخاوف المصريين تجاه قدرة بلادهم على تسديد القرض الروسي على الرغم من تطمينات المسؤولين لهم، في ظل التوقعات الإيجابية للفوائد التي ستعم على مصر بعد تشغيل مشروع الأحلام الذي سيسهم في تنويع مصادر الطاقة المصرية وتطوير نظام إمدادات الطاقة الوطنية وفقا لما ذكره الخبراء، مع العلم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد جزمت بتحقيق محطة الضبعة لأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بمبدأ توفير الطاقة النظيفة ورفع معدل الاعتماد على المصادر منخفضة الكربون، وذلك على غرار استفادة البنية التحتية المصرية من ميزة التطوير في ظل تشبث الحكومة بالمشروع النووي الذي سيساعد أيضاً على خفض معدلات البطالة، كونه سيوفر ما قد يصل إلى 20,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمصريين، وهو ما سيعود بشكل أو بآخر بالنفع على القطاع الاجتماعي والاقتصادي لجمهورية مصر العربية الرامية إلى تحويل رؤية 2030 إلى أعظم إنجازاتها القومية في ظل الوقت العصيب التي تمر به حالياً. لكن أيا يكن، بما أن محطة الضبعة النووية الموعودة ستمثل نقلة نوعية لمصر لتتمكن أخيرا من تعزيز سيادتها الطاقية وسط نخبة الدول الإفريقية في ظل المنافسة الشرسة الحاصلة بينها وبين بلدان أخرى بحجم المملكة المغربية وجنوب أفريقيا، ثم وعلى غرار ما سبق فقد ذكرت تقارير الخبراء أن محطة الضبعة ستكون مغايرة للمحطات التقليدية، كونها ستلتزم بشعار البيئة النظيفة إذ إنها لن تنتج غازات سامة كأكسيد الكربون والكبريت والنيتروجين. كذلك وبحسب الخطة المعتمدة فإن المسؤولين يضعون عام 2035 كمنطلق لإدخال الطاقة النووية بنسبة 3% من مصادر الطاقة إلى جانب 42% من مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والريحية. فهل ستنجح مصر مستقبلا في أن تكون الرقم واحد إفريقيا في صناعة الطاقة النووية؟